مساء سعيدا لكل أحبتي متابعي الشوط الثالث في كل مكان، أحييكم أحلى تحية ونأخذكم لجولة رياضية جديدة نتعرف فيها على آخر المتابعات والمستجدات الرياضية. بإمكان جميع مشاهدين الأحبة متابعة هذه الحلقة على الهواء مباشرة عبر صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك والصفحة الخاصة بتلفزيون الشرقية. إذن جولة الشوط الثالث نبدأها من أهم العناوين. رئيس اتحاد الكرة العراقي عبد الخالق مسعود يكشف موافقة المنتخبات المشاركة في بطولة الصداقة الدولية بنسختها الثانية والتي ستقام في البصرة منتصف آذار المقبل. ممثل العراق لمباريات الملحق الآسيوي المؤهل لدور الأبطال فريق القوة الجوية يستعد بمعنويات عالية وهمة كبيرة لمواجهة بختكور الأوزبكي في طاشقند ظهر الثلاثاء. وقضية إصرار الحكومة على تشكيل هيئة مؤقتة للأولمبية العراقية ما بين رفض البرلمان والشارع الرياضي يناقشها الشوط الثالث اليوم مع عضو المكتب التنفيذي السيد سلام عواد. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم أحبتي المشاهدين، ونبدأ من أروقة اتحاد الكرة العراقي الذي يستعد لاحتضان منافسات بطولة الصداقة الدولية بنسختها الثانية، إذ أكد عبد الخالق مسعود رئيس اتحاد الكرة العراقي في تصريح خاص به الشوط الثالث هذا اليوم أنه تلقى العديد من الموافقات المبدئية من الاتحادات العربية اللي أعلنت موافقتها للمشاركة في بطولة الصداقة بنسختها الثانية اللي راح تستضيفها المدينة الرياضية في محافظة البصرة. وأكد مسعود أنه تلقى مؤخرا موافقة الاتحادين السوري واللبناني والأردني لمشاركة هذه المنتخبات الشقيقة في بطولة الصداقة الدولية بنسختها الثانية اللي راح تضيفها مدينة البصرة خلال أيام الفيفا دي. وأضاف أن الاتحاد اللبناني أيضا أبدأ موافقته المبدئية على يكون منتخب بلاده الفريق المشارك الثالث في البطولة اللي راح تقام من 18 ولغاية 26 من شهر أذر. وبين أن الاتحاد الأوزبكي اعتذر عن مشاركة منتخب بلاده في بطولة الصداقة الرباعية فيما لم يأتي أي خطاب رسمي من قبل الاتحاد الليتواني للتواجد. يذكر أن العراق نجح بتنظيم بطولة الصداقة الأولى اللي احتضنتها مدينة البصرة العام الماضي واللي شهدت نجاح منقطع النظير. الموفقية والنجاح إلى اتحاد الكرة العراقي لغرض لم شمل الأخوة العرب الأصدقاء الأشقاء في البصرة العزيزة الحبيبة، وأيضا إقامة منافسات هذه البطولة بطولة الصداقة اللي أكيد المنتخب العراقي سيجني الكثير الكثير من خلال الاحتكاك مع هذه المنتخبات، ونتمنى أن تكون الدعوة لمنتخبات أكثر وأكبر حتى يتسنى لمنتخبنا الاحتكاك والاستفادة بالصورة المثلى. إلى طاشقند إذ يواصل ممثل العراق في مباريات الملحق الآسيوي فريق القوة الجوية بطل كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الماضية أداء وحداته التدريبية استعدادا لمواجهة الثلاثاء المرتقبة أمام فريق باختكور الأوزبكي في العاصمة طاشقند. الفريق العراقي أدى الوحدة التدريبية الثانية للصقور استعدادا لمواجهة الثلاثاء الحاسمة اللي راح تقام في تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر بتوقيت العاصمة الحبيبة بغداد. وأبدأ مدرب الفريق باسم قاسم استعداد فريقه الأمثل لمواجهة باختكور بالرغم من صعوبتها كونها ستلعب على ملعبه وأمام جماهيره، لكن الجميع يسعى لتأكيد جدارة الفريق الجوي والسعي لوصول إلى دوري أبطال آسيا. أيضا أجرينا هذه اللقاءات اللي راح تشاهدوها من وحي الاستعدادات للفريق الجوي في العاصمة طاشقند. يعني احنا بكل تأكيد يعني علينا ان ندافع عن سمعة الكرة العراقية وعن اسم الجوية وتاريخ الجوية،
والرغم يعني انه احنا ندرك تماما انه بطوله ابطال اسيا غير كاس الاتحاد الاسيوي، لانه خاصه هاي الفرق من حيث الاعداد والعده والتجهيز والى ما وصلت اليه من معطيات ومن متطلبات يعني افضل بكثير يعني حقيقه، ليس من باب التبرير لكن هذا واقع حال. احنا نتكلم اليوم بواقعيه وبعيد عن العاطفه، ولا نريد ان نتلاعب بعواطف الجماهير، هذا ما يمنعنا انه ان نبذل كل الجهود ان شاء الله ان نكون حضورنا مشرف، لكن كواقع حال تعرف انت هذه الفرق يعني سابقتنا في مجالات بعيدة من حيث جميع المعطيات اللي متوفرة من حيث الملاعب، من حيث المحترفين، من حيث استقرار دورياتهم وإلى ذلك من الأمور. أكيد مركزين على المباراة، مباراة صعبة بس ما في شيء صعب على نادي قوة جوية، نادي كبير محقق 3 إنجازات آسيوية. أكيد مثل ما نحن حاسبين حساب هنا حاسبين حساب أكثر، لأنه يعني نحن حاصلين على 3 ألقاب. إن شاء الله بنوعد الجمهور وإنه نجي بنتيجة إيجابية. عم الكابتن والكادر التدريبي عم يشتغلوا على نقطة الضعف اللي فريق بختكر، أكيد شايفين مباريات وإن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية ونفرح الجمهور. طبعا الاستعدادات مثالية، لاعبين معتمد جاهزين يعني لهذه المباراة، إن شاء الله عازمين على تحقيق نتيجة طيبة تليق بسمعة القوة الجوية. استعداداتنا جيدة لهذه المباراة، مثل ما تعرف مباراة مهمة، وإن شاء الله نمثل الكرة العراقية خير تمثيل، وإن شاء الله مستعدين بدنيا ونفسيا لهذه المباراة، وإن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية تشرف الكرة العراقية. شكرا لزميلنا المبدع حيدر حمزة هادي على تواجده واستمراره معنا في وضع جمهورنا الكريم عبر الشوط الثالث من الشرقية نيوز بآخر استعدادات الفريق الجوي. الموفقية والنجاح لفريقنا، وإن شاء الله في حال اجتيازنا باختاكر راح نذهب إلى النصر الإماراتي الشقيق لغرض خوض مباراة أخرى. إن شاء الله نتمنى الموفقية والنجاح لفريقنا العراقي. ما زلنا نتجول في أروقة ملاعبنا الرياضية، هذه المرة نذهب بكم إلى مدينة أبو غريب، حيث تستعد مدرسة أبو غريب بالتايكواندو التابعة لنادي أبو غريب الرياضي، وخصوصا بألعاب التايكواندو للمشاركة في بطولة العراق. لكن للأسف الشديد هذه المجموعة الطيبة من الشباب التابعين إلى مدينة أبو غريب العزيزة وجهوا استغاثتهم عبر برنامج الشوط الثالث لكل المسؤولين الأخذ بنظر الاعتبار لما يواجهوا من غياب تام للبنى التحتية والأموال وقلة التجهيزات اللي تقف حائلا بوجه تطلعاتهم، واللي يحمل هؤلاء الشباب في طياتهم حب الوطن وتحقيق الإنجاز. لاعبو النادي يتدربون في قاعة رياضية مكشوفة تماما بلا سقف، وتغيب عنها أبسط مستلزمات الإعداد الرياضي، ويواجهون انخفاض كبير في حرارة الجو وبرودة كبيرة اللي تضرب البلاد، لكنها لم تقف عائقا بوجه تحدياتهم. وطالب الجميع عبر برنامج الشوط الثالث من الشرقية نيوز أصحاب القرار مد يد العون لهم ولناديهم الفقير البائس لغرض عودته من جديد لناصية الإنجازات. الحقيقة هاي اللقطات المؤلمة اللي نشوفها إلى فتية شباب من مدينة أبو غريب في قلب بغداد الحبيبة يتدربون ويواصلون أداء تدريباتهم حبا بهذه اللعبة هي الفنون القتالية والتايكواندو. راح نستمع إلى كلام ربما به نوع من الألم لما تواجهه هذه الشريحة المهمة. نتابع هذه اللقاءات اللي أجراها زملائنا فريق عمل الشوط الثالث في مدينة أبو غريب. الافتقار للتجهيزات والمكان اللي تدرب به، كذلك نادي أبو غريب تمويل ما عنده حاليا، احنا ما عندنا أي تجهيزات، وهؤلاء اللاعبين الأغلبية حتى بدلة ما عنده، وتلاحظ السقف قاعة ما بيها سقف، بالنادي ما عندنا بناية ما تخص النادي يعني للتايكواندو، بس المنتدى شباب أبو غريب. فإحنا الناشد الأستاذ محمد ناصر ونحمل وزارة الشباب مسؤولية هؤلاء الشباب، إحنا جاي ننتشلهم من الضياع، من المخدرات، من النرجيلة. حقيقة يعني خرجنا بنتائج طيبة، يعني هسه عندنا حملة أحزمة سوداء، الواحد دان اثنين دان، وعدنا أعداد كلش يعني كثيرة، وإن شاء الله اللقاء الآخر يكون عدد أكبر من هذا. فاللي نتمنى أن يلتفتون لهذا الجانب، وهاي الشريحة هم شباب ورجال المستقبل. يعني أكو قاعة بالله عليك بقى. يعني السقف ما بيها، نتمرن بالمطر خوش، كلها تنترس مي، يعني العالم وين تروح بهالجهاي كلها تمرن خوش، ثاني أيام مريض، والله نطالب تجهيزات للولد قاعة
اشقاعها ما يقدر يتمرن باشقاعها. خوش تجهيزات اقل يعني نصها ما عندها بدلات. مضارب ماكو. خوش انا اخذ من لاعب 10,000 5,000 منين نجيب اللاعب؟ اول شيء لان اسم النادي مالتنا ما عنده الامكانيه الكافيه فما عندنا يعني ما اقدر اشتري بدله والنادي مالتنا مو موفر لنا هذا الشيء واحنا دعم ما عندنا والقاعه مالتنا لا ثقب بها لا دعم مضارب ما عندنا ورغم ها كله بدنا نجي نتمرن. شكرا لزميلنا العزيز ياسر جمال والى كل المتحدثين. اتقوا الله يا مسؤولي العراق، اتقوا الله بالعراقيين، اتقوا الله بشريحه الرياضيين. حرام هذا اللي شفناه، حرام حكومة عراقية تمتلك المليارات المليارات ما تقدر توفر بدلة لتدريب رياضي. ومثل ما قال الكابتن عبد الغني اللي هو الحقيقة المشرف العام على مدرسة نادي أبو غريب بالتايكواندو، دا ينتشل شباب شباب دا نقومهم تقويم صحيح بدل ما يتجهون الله يجنبنا ويجنبكم المخدرات والنرجيلة والطرق اللي تقضي على شبابنا، دا نقومهم تقويم صحيح في مجال الرياضة. حرام اللي دا يصير هذا، حرام. من هو المسؤول؟ معقولة أنا ما أقدر؟ أنا العراق ما أملكه من 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 ثروات ومن خيرات دا نساعد بها الناس، ما نقدر نسوي سقف لقاع لشبابنا والولدنا؟ والله عجبت، ما أعرف يعني ناس ما تخاف الله، ناس اللي قعدت على الكراسي يا أصحاب الكروش والعروش وخاطبكم عبر منبر الشوط الثالث، اتقوا الله في العراقيين، ترى حساب الله سبحانه وتعالى قريب والشعب ما يرحم. هذا تاريخ قبلكم اللي كانوا يحكمون وينهم، خلي يكونون لكم عبرة. اتقوا الله واشتغلوا للعراق واشتغلوا للرياضيين واشتغلوا لناسنا وأهلنا، ما دا يطلبون شيء فوق المستحيل، بدلة رياضية، قاعة، تجهيزات، تجهيزات دا يطلبون، ما دا يطلبون شيء آخر. يا مسؤولين راح نبقى احنا نتابع هذه الأمور ونخليها أمامكم، وأرجع وأقول ترى الحساب قريب والتاريخ ما يرحم والشعوب ما ترحم إلا من عمل لله وللوطن وهم قلة، بس احنا نراهن على هذه القلة وننتظر. نوجه التحية والاعتزاز إلى رياضيي أبو غريب وإلى كل الرياضيين في العراق لما يواجهوه الحقيقة من 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 مصاعب، لكن ننتظر، لازم يصير عندنا بصيص أمل. أيضا أحبتي المشاهدين، نجوم الرياضة العراقية يتألقون في سماء أنديتهم وعقودهم الاحترافية. اليوم سادتي المشاهدين راح نتحدث عن ظاهرة رياضية كبيرة في عالم الفن النبيل، في عالم القفازات، البطل العراقي سجاد طالب اللي نجح أن يكون أول عراقي يحترف في روسيا ويحقق الإنجازات مع واحد من الأندية المتقدمة والمتطورة في روسيا ألا وهو نادي جي كازان. سجاد طالب اللي تعاقد مع هذا النادي الروسي حقق إلى الآن ميدالية ذهبية وفضية في وزن 91 وشارك في منافسات الدوري الروسي مع 35 فريق روسي ضم خيرة ملاكمي العالم. ملاكمنا البطل ناشد عبر الشوط الثالث في حلقات سابقة اتحاد الملاكمة العراقي ضمه لصفوف المنتخبات الوطنية كونه على استعداد لتحقيق الإنجاز الأمثل، لكن التهميش واللامبالاة كالعادة كانت على موعد لنسيان هذا البطل اللي اليوم راح نستمع مرة أخرى لمناشدته لكل المعنيين اللي أكد من خلاله قدرته للعودة من جديد لصفوف المنتخبات. هذه الظاهرة الرياضية اللي ممكن أن نستغلها خدمة للوطن ونحن بأمس الحاجة لتحقيق المنجز، بالإمكان أن نستغلها استغلال أمثل. ينضم معي في اتصال هاتفي من روسيا وعلى الهواء مباشرة الملاكم العراقي البطل سجاد طالب اللي أرحب بك أجمل ترحيب كابتن في برنامج الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام كابتن. أو
الله يسلمك. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أسلم عليك أستاذ محمد وعلى مشاهدي قناة الشرقية الفضائية. الله يحفظك، الله يحفظك كابتن. نبارك لك هذا التعاقد الرائع، لأنه أنت أول ملاكم عراقي يحترف في بلد متطور مثل روسيا، وبالتالي تحقق إنجازات، وهذا الحقيقة الإنجاز. أبارك لك باسم كل الرياضيين على هذا المنجز. يا ريت نتحدث عن تعاقدك وتحقيقك للمنجز. الله يحفظك كابتن محمد، هذا طبعا من حرصك على البلد وعلى العراق. اول شيء استاذ محمد، انا من لعبت هنا سنه 2016 حققت انجازات مع هذا النادي، نادي مايكوب الروسي. هسه حاليا شافوني ببطوله عندهم، تعاقدت وياهم سنه 2019 حققت الانجاز الثاني على روسيا، مشاركه 35 نادي روسي، حققت المرتبة الثانية في وزن 91، وأنا أول عربي عراقي لعبت في هذا النادي. وللأسف للاتحاد هذا الغبن من يمهم، وأنا ناشدتهم قدر من خلال قنابكم الموقرة، وأنا ناشدهم هسه. أنا اليوم ما أمثل كسجاد طالب، أنا اليوم أمثل العراق، اليوم أمثل البلد. يعني ناس هنا يشدون من أزري، ناس عرب وعراقيين والجاليات العراقية، وما اعرف انا هذا الاتحاد بالعكس تربطنا علاقه وياهم علاقه جيده، اذا كان رئيس الاتحاد واذا كان بقيه الاعضاء. نعم. ما اعرف انا هذا الغبن اللي من يمهم استاذ. وين الغبن سجاد؟ الغبن بعدم استدعائك لصفوف المنتخبات الوطنيه لو شنو؟ استاذ نعم نعم نعم، عدم استدعاء المنتخبات الوطنيه، واحنا ما يعني قاعد جاي اشوف المنتخب الوطني حاليا ما عنده اي انجاز يذكر بالمشاركات الاسيويه. وانا اليوم انت يا استاذ محمد انت تعرف انا العب بروسيا، بروسيا صح المدرسه تعتبر مدرسه الملاكمه العالميه اللي هي تابعه للاتحاد السوفيتي. انا ما معقوله انا اجي اشكك بروسيا وبالاتحاد الروسي وبالانديه الروسيه. ما اعرف انا هذا الاتحاد العراقي شلون، ما اعرف شلون جاي يتصرف بهاي الامور. انا حتى الاتفاقيه استاذ حاليا مع النادي يعني اتفقت اتفاقيه قالوا احنا يعني نتفاخر بانه عربي عراقي هيك شيء، فقرروا او اقترحت عليهم هذا المقترح بخدمه الملاكمه العراقيه ان نفتح مدرسه تكون في العراق، ان يزج اللاعبين المواهب الناشئه والشباب ان يدخلون معايشات مع النادي الروسي. نعم. طبعا بخدمه الملاكمه العراقيه احنا جاي نشتغل، وما اعرف عن الاتحاد ليش ما قاعد يشوف هالوضع هذا، ما قاعد يشوف الامور. وانا كلهم يعني على اتصال تبارك لي ذاك اليوم الكابتن ابو سيد الكابتن علي تكليف. نعم. بس ما ادري على المنتخب شو ساكتين، حاجيتهم داعيتهم ما قاعد يفيدوا وياهم يا استاذ. يعني انت شو تفسر عدم استدعائك كابتن سجاد؟ والله كابتن انا متفاجئ، انا الاتحاد السابق كانت وياي مشاكل، اما الاتحاد الحالي ما اعرف ليش هيك ساكتين، ما اعرف تقدر تقول غيره انا ما احسبها الا هيك. نعم. نعم. الآن إنجازاتك يعني على المستوى الروسي كابتن سجاد، يا ريت تختصر. نعم. يعني إنجازاتك حتى الناس تسمع أنت ايش تسوي بروسيا. نعم أستاذ، أنا حاليا بروسيا بنادي جي كازان الروسي، من أحد أفضل الأندية المتقدمة في روسيا، شاركت بطولة الدوري الروسي، مشاركة 35 نادي، لعبت في وزن 91، غلبت على 3 لاعبين روسيين، صعدت للنهائي، خسرت مع لاعب فرق قليل من النقاط، لاعب روسي بالاصل اوكراني متجنس يعني من بلد مالتهم. نعم. وخسرت ويا فرق قليل، حصلت على المرتبه الثانيه اللي هي الفضيه ببطوله الدوري الروسي. يعني استاذ انا من خلال برنامجك الموقع. نعم. اكو هنا شخصيات يعني قاعد تحضر عربيه، ما اريد اذكر احد الدول. طلب من يمي قال لي ما تتمناه نفسك تجي، شو تريد؟ بيت، سياره، بس المطلوب من يمك ان تتجنس المنتخب، منتخبنا وتمثلنا، منتخب. نعم. عربي اللي هو منتخب قطر، خلنا اذكره لك بالاعلام. نعم. تعرفنا عن استاذ صريح. نعم. في هنا شخص اسمه ابو خالد، شخصيه قطريه ما اعرفها انا، فهو قاعد مثل ذول رجال الاعمال يكشف المواهب، يباوع المواهب. فانا رفضت هذا الشيء من حرصي على بلدي
نعم. وامنيتي انا امثل البلد وارفع اسم العراق ان شاء الله كابتن في المحافل الدوليه. ان شاء الله اتمنى لك الموفقيه كابتن والنجاح، واكيد رسالتك واضحه الى اتحاد الملاكمه، الاتحاد الجديد اللي تشكل واللي الان نتمنى له الموفقيه. هو الان متواجد في بطوله العرب للشباب الجاريه في جمهوريه مصر العربيه في مدينه القاهره. اكيد انه لا يمكن لهذا الاتحاد ان يتناسى امكانيه بحجم سجاد طالب اللي الآن محترف في أقوى دوري بالملاكمة بالعالم، روسيا. اشتردون ما أعرف يا اتحاد الملاكمة، ما أعرف ليش ملتهين، وين دايخين؟ الله يكون بعونكم إن شاء الله يا جماعة. ركزوا على المواهب، واتركوا الخلافات، واتركوا تصفية الحسابات، واتركوا القيل والقال، واتركوا البحث عن المناصب، واتركوا على المنافع الشخصية. فكروا بالعراق وملاكمة العراق، لانه احنا كاعلام ما راح نسكت حقيقه، وراح نحاسب وراح نحكي، لان وعدتونا واحنا وياكم وقفنا. لكن امكانيه بحجم سجاد لا يمكن التغافل عنه. شكرا لملاكمنا البطل سجاد طالب، واللي اكرر دعواتي ان يكون حاضرا في منتخباتنا الوطنيه. اخيرا احبتي المشاهدين، وفي الجزء الأول من حلقة هذا اليوم قبل أيام تحدثنا عن جهود ذاتية في مدينة الموصل العزيزة، وبمبادرة شخصية من رؤساء الفرق الشعبية اللي عزموا على إعادة تأهيل أرضية ملعب نادي الموصل المعطل تماما، لا سيما بعد تحرير مدينة الموصل من داعش وعودته أو عودة المدينة إلى أحضان الوطن. اليوم بهذه الجهود الذاتية من قبل الفرق الشعبية ومسؤوليها، وبالتعاون مع إدارتي نادي الأم الموصل والأمواج، تم تأهيل أرضية الملعب في منطقة باب سنجار ضمن المدينة القديمة المنكوبة. ومنذ تحرير محافظة نينوى انطلقت أولى المباريات اللي جمعت فريقا الأمواج والنصر، واللي انتهت هذه المباراة بفوز الأمواج بهدف واحد سجله اللاعب عبد الباسط غياب خلال دقائق الشوط الأول. شهدت المباراة حضور نخبة من خيرة اللاعبين القدامى الذين لهم ذكريات في هذا الملعب اللي كان يسمى بملعب الرعب، وكانت هناك صولات وجولات للاعبي المحافظة على أديم ملعب الموصل. طبعا شكر لزميلنا محمود الاستيفاني، والى هذه اللقطات احنا يوم غد راح نعرض لكم اللقاءات اللي اجراها زميلنا محمود الاستيفاني. لكن نبارك لكل الجهود الخيره، واقول الحكومه والمحافظه وين نازه تشتغل، بنجيبها بمبادرات ذاتيه لاعاده تاهيل ملعب منتهي تماما مثل ما تشوفوا، وكان الله في العون. فالناس اشتغلوا على ارضيه الملعب وصرفوا مبالغ حتى يرجعون نشاطات الرياضة والكرة في الموصل. وهذه اللقطات اللي نشاهدها، واللي أتمنى الموفقية والنجاح، واللي راح نكون أيضا قريبين بعد أيام إن شاء الله في حلقاتنا للحديث عن هذه المنشآت الرياضية المتلكئة، ولماذا لم تعاد صيانتها وتأهيلها. شكر إلى زميلنا محمود الاستيفاني وفريق عمله، وأتمنى الموفقية والنجاح إلى مدينة الموصل وبقية مدننا العراقية الحبيبة. إلى الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم، وما زلنا ندور في مفاجآت الحكومة اللي فاجأت الشارع الرياضي العراقي بتدخلها السافر وتعطيل انتخابات المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية العراقية وتشكيل هيئة مؤقتة، لا سيما يعني من بعض الشخصيات اللي نوجه لها التحية لكن ما عندها أي منصب رياضي، لمجرد شخصية رياضية أخو رئيس وزراء. وبالتالي إحنا نوجه التحية والاعتزاز إلى رئيس الوزراء وإلى أخوه، لكن هذا ليس بالكافي على أنه يا دكتور باسل تحاول يعني تضع العصا في دولاب إجراء الانتخابات. طبعا هذه القضية اللي شغلت الرأي العام الرياضي العراقي والشارع الرياضي والإعلام والصحافة، كان هناك رفضا برلمانيا كبيرا لهذه التدخلات اللي لوحوا لجنة الشباب والرياضة البرلمانية. إذا ما أصرت الحكومة على هذا الموضوع لا قدر الله سنذهب إلى نفق وشبح العقوبات اللي ما نتمناها أن تحصل. مشاهدينا الأحبة، اليوم راح نفتح الحوار مع عضو المكتب التنفيذي اللي يسعدني أن أحاوره في حلقة اليوم. هو رجل عمل الكثير لاتحاده ونجح نجاحا رائعا رغم قلة
الإمكانيات المالية، لكن هذا الرجل اللي أنا شهادتي به مجروحة أعاد الهيبة لكرة اليد العراقية، وهو يستحق الحقيقة كل التقدير والاحترام لما قدمه وسيقدمه للعبة كرة اليد. أحيي أحلى تحية ضيفي الكريم السيد رئيس اتحاد كرة اليد العراقي، عضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية العراقية، الأستاذ سلام عواد، ضيفا كريما في الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز. مرحبا بك أستاذ سلام، ضيفا كريما في البرنامج. حبيب أستاذ محمد، مرحبا بك وجميع كادر الشرقية، ولي الشرف أن أكون محاور مع شخصية مثلك. الله يحفظك. أنا سعيد جدا أستاذ سلام، لكن في داخلي غصة وألم لما نراه من بعض المسؤولين اللي للأسف الشديد لا يقدروا عواقب ما يقومون به الحقيقة تلويحا بالإصلاح، وكنا نبحث عن الإصلاح لكن مو بهذه الطريقة. اللي يريد إصلاح ما يجي قبل الانتخابات بأربعة أيام. أنتم كمكتب تنفيذي وأنتم المعنيين والمستهدفين كونكم تمثلون الآن الرياضة العراقية، كيف ترون هذه التدخلات لا سيما اللي واجهت الحقيقة ردة فعل عنيفة سواء كان من الشارع، من الإعلام، وحتى من البرلمان؟ تفضل أستاذ سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ محمد، احنا يعني كرياضة عراقية وليس كمكتب تنفيذي نحتاج الكثير من القوانين، نحتاج الكثير، وهي مو مسألة، المسألة هاي ما يخص بها المكتب التنفيذي. أنت مثل ما تعرف يعني من 2000 استلمنا بال 2014 أجواء كانت غير مثالية جدا للعمل، لكن بتكاتف الأخوان وتكاتف المكتب التنفيذي يعني مشينا كم خطوة للأمام رغم جميع الظروف اللي واجهتنا. لكن يعني أنت مثل ما تشوف البلد يعني بكل مفاصل بكل هاي جاي يعني الاتهامات، الإصلاح اللي نسمع به يعني الإصلاح، يعني الكل مع الإصلاح، لكن الإصلاح أين الإصلاح؟ الإصلاح فقط في الرياضة العراقية؟ أين الإصلاح في باقي المؤسسات؟ أين الإصلاح في القوانين؟ أين الإصلاح في الدولة العراقية؟ أين الإصلاح في البنى التحتية؟ يعني أنا ما أريد بس أسأل سؤال يعني للحكومة العراقية، مع احترام وتقدير للحكومة، إحنا جزء لا يتجزأ من هاي الحكومة، يعني احنا مشكلتنا بالبلد بس رياضة العراقية؟ يعني احنا مثلا جه هذا المكتب التنفيذي يعني خلاص رجع الرياضة العراقية اللي كانت على المنصات تتويج؟ بالعكس، هاي الأربع سنوات الأخيرة العراق رقم صعب صار بالنسبة لكل الدول وبجميع الألعاب. الإنجازات على الواقع وليس على الأقوال، على الواقع، إذا تنظر على الواقع في جميع الاتحادات هذا الإنجازات في 2000 من 2014 الآن مميزة لجميع الاتحادات. رياضة متطورة، لكن لا نقفز قفزة للمنصات. احنا حاليا مطالبين في الدورة القادمة لجميع الاتحادات التتويج، الحصول على الإنجازات، لكن هاي الأربع سنوات اللي فاتت الكل نافس، الكل كان خصم طيب قوي للجميع. فإحنا نطلب من الحكومة العراقية أن هاي الاتحادات معترف بها دوليا، خلاص هي تحدد المصير من اللي يستحق ومن اللي ما يستحق، من اللي يكون يمثل المكتب التنفيذي. طيب الآن حضرتك استعرضت الدورة اللي فاتت، رغم يعني أنا وياك متفقين ما تحقق طموحاتنا، لكن هذا واقع الحال، لا عندنا بنى تحتية، لا عندنا فلوس، لا عندنا ملاعب، لا عندنا، لكننا نذهب ونحاول أن نفعل شيء لأن هو هذا العراقي. لكن دعني أقول اللي يريد إصلاح يعني حقيقة يختار قبل إجراء الانتخابات المعترف بها دوليا واللي تنتظرها اللجنة الأولمبية الدولية حتى يسوي الإصلاح ويبدي يستغل يعني الحقيقة بعض الأسماء ويمارس بعض الضغوطات. فنحن الآن نريد أن نتحدث للجمهور الكريم، يعني الإصلاح بهاي الطريقة. أستاذ محمد، أنا جاي أشوف الضغوطات فيسبوكية وإعلامية فقط، يعني رؤساء الاتحادات كلهم رجال محترمون، لهم كلامهم، لهم قرارهم، عندهم هيئتهم العامة، راح يكونون على قدر المسؤولية والشجاعة. هاي المسائل الضغط مع الإعلام والفيسبوك خلاص أكل الدهر وشرب عليها. إحنا ناس ماضون ارتباط اللجنة الأولمبية العراقية يعني حسب الميثاق الأولمبي للجنة الأولمبية الدولية، مع احترامنا للقوانين العراقية، نحن يعني مع القوانين العراقية، لكن إقرار القوانين ليس من مسؤولية الرياضة بينما مسؤولية البرلمان العراقي. احنا في هذه الحالة منتظرين جواب من اللجنة الأولمبية الدولية في حالة
موافقة اللجنة الأولمبية على التأجيل أو التمديد، على بينما هي مؤقتة لا توجد في قاموس اللجنة الأولمبية. نحن مع الدولة، نحن كلنا لا واحد لا حد زايد على الثاني، الكل عراقيين الموجودين من المكتب التنفيذي، لا أفغانيين ولا يابانيين، ناس عراقيين أصلاء رياضيين قادة في اتحاداتهم الحمد لله والشكر، معروفين أسماءه كلها معروفة، فلا حد يزايد على الثاني. الليجيون أيضا شغلوا مناصب كثيرة باللجنة الأولمبية وعملوا اللي عليهم وأخفقوا ونجحوا، إحنا ما نشكك بواحد. طيب موجودة الانتخابات أستاذ سلام، أستاذ سلام، يعني أفهم من كلامك أن الموضوع طبيعي أن الحكومة تتدخل وتقترح عليكم تشكيل هيئة مؤقتة وتقترح عليكم تأجيل الانتخابات وتقترح عليكم حل المكتب التنفيذي، أنت تراه كونك مسؤول في اللجنة الأولمبية موضوع طبيعي؟ حق أستاذ محمد، موضوع مو طبيعي وموضوع يعني، بس إحنا أنا قلت لك الرياضة مفصل من مفاصل البلد. أنا بالنسبة لي أحكي عن نفسي وليس عن المكتب التنفيذي، البلد كله يمر بأمور غير طبيعية. يعني إحنا إذا نريد الهوية الحكومة العراقية من تريد الإنجاز وتريد هذا، يعني إحنا كشعب نداعيهم أنهم يتخلون كلهم عن سلطاتهم لأن ما قدموا شيء لهذا البلد. إحنا نعرف ظروفهم غير طبيعية، الهجمة على الحكومة غير طبيعية، فإحنا أعطيناهم مجال أكثر من مجال الرياضة بعشر مرات، فيا ريت هم يعني يخلون الرياضة للرياضيين، ورغم ما الموجودين كلهم رياضيين وكل التقدير والاحترام لهم، لكن ما اعرف شنو الغايه في نفس يعقوب، يعني ما اعرف ليش يعني بهيك وقت يتداخلون. ودائما نحكيها اللي عنده اصلاح يا اخي يدعم الفائز، مهما كان الفائز يدعمه ويعطيه مشوره ويكون وياه. طيب يعني لا ندخل نفسنا بنفق مظلم بين اللجنه الاوروبيه العراقيه والحكومه العراقيه واللجنه الاوروبيه الدوليه. السيد باسل عبد المهدي الخبير الرياضي المتقاعد وهو شقيق السيد رئيس الوزراء، الان يبدي عدم رضا لعدد من شخوص المكتب التنفيذي، ويحاول من خلال طروحاته ومن خلال الكتله اللي شكلها اللي بها شخصيات ايضا رياضيه، يمكن جلهم من رؤساء الاتحادات اللي عاملين في اللجنة الأولمبية، يريد أن يغير. تعتقد يعني الرجل يمتلك الرؤية اللي تأهله أن يحاول أن يغير خلال 4 أيام وخمسة أيام أستاذ سلام؟ مع احترام وتقديري للدكتور باسل عبد المهدي ابن مدينتي طبعا هو، وتربطنا بهم علاقات، نعم، لكن لا يظل بالأفكار القديمة، لا يظل بالأفكار، يعني كل زمان له رجال، لا يظل يعني هو يستصغر العالم. مع احترام وتقديري وخبير رياضي محترم، لكن هذا الزمان ليس لك يا أستاذ باسل، دع الرياضة للشباب، أنت رجل محترم، أبقى رمز من رموز الرياضة العراقية، خلي الكل ينظر لك نظرة انك انت رمز محايد داعم للكل، لا تجيب ناس على حساب ناس، والكل محترم والكل ناس، يعني كل المرشحين كل الهيئات العامه محترمه، فلا تفرق بين شخص وشخص. انا ادعو باسل عبد المهدي ان يكون داعم للرياضه العراقيه وللذين يفوزون في المكتب التنفيذي مهما كان، نعم. لأن هذه مو إرادته ولا إرادتي، هاي إرادة الجمعية العمومية، فالكل يجب احترام إرادة الجميع، مثل ما نحن نحترم إرادات الشعب بالتنصيب الحكومة العراقية. طيب أستاذ سلام، لك تصريح قبل أيام بأنك أعلنت دعمك للسيد رئيس اللجنة الأولمبية وأمينه العام والأمين المالي وبقية أعضاء المكتب التنفيذي، يعني هل ما زلت أنت داعم لهذه الشخصيات خلال الانتخابات المقبلة؟ يعني أنا ما زلت وأبقى وأتمدد على ما يقولون مع السيد رئيس اللجنة الأولمبية، وداعم لإخواني بالمكتب التنفيذي إلى آخر يوم بليف الرياضة العراقية. نعم أستاذ سلام، كيف تفسر الاجتماع المصغر اللي عقد، اللي من خلاله لوحوا بما يسمى بالإصلاح وتغييب رئيس لجنة الشباب البرلمانية، كيف تفسر أو أنتظر تعليقك لهذا الموضوع؟ والله هاي ظاهرة غريبة، يعني أنا يعني بس أكو شوية شغلات، أنا جزء صراحتي هواية توقعني مشاكل، أنا هواية شغلات شوفها
العراق. احنا عشنا يعني شفنا الدول وطلعنا تغربنا 7 سنوات وشفنا كل شيء شفنا، بس مثل يصير بالعراق ما اعرف شنو جاي يصير. يعني الكل يعني انا هسه يجوز لي حق اروح اتدخل باتحاد القدم ولا اتحاد السله، ما حد يعرف اختصاصه شنو. الحكومه يا اخوان، يا اخوان انتم ناس مسؤولين عن الدوله، انتم ناس داعمين للكل، لا جهه على جهه. اذا تريد تسوي اجتماع اكو عندك لجان محترمه، لجان تمثل الشعب، لجنه الشباب والرياضه، المفروض تكون شريكه اساسيه في اتخاذ القرار. وجميع الموجودين رياضيين محترمين، لكن يجب عليهم ان يفقهوا بالميثاق الاولمبي ويعرفون شلون الدول اللي تدخلت بالرياضات العراقيه وين وصلت، وبعدين قدمت تنازلات كثيره كثيره يلا رجعوها للساحه الدوليه. ورغم ما رجعت للساحه الدوليه فقدت تعرف احنا العراقيين اذا ابتعدنا سنه لو عن سنتين راح نفقد كثير، لان احنا ما عندنا الاساس القوي. هسه قاعد نسوي الاساس احنا للرياضه العراقيه. احنا دائما يداعونا، وانا اكثر من مره احكيها، دائما يداعونا ان احنا لازم نكون صحاب انجاز واحنا ما عندنا اي مؤهلات للانجاز. انا برنامجك وبرنامج الاخوان الباقين كلها جاي تطلع على معاناة الرياضة، معاناة البنى التحتية، معاناة الأندية. وإحنا كاتحادات هو هذا سلاحنا الوحيد، البنى التحتية والأندية، إحنا الحق إنجاز بيهم والدولة ما مهتمة لهم. يا أخوان انتبهوا، إحنا سلاحنا كأولمبية، الأولمبية كسلاحها الاتحادات، واحنا كاتحادات سلاحنا الانديه والبنى التحتيه. يا اخوان احنا يعني السلاح اللي نحارب به ما موجود. احنا على قولتك سيد محمد جاي نبذل كل ما قصرنا ونقدم علينا ونقول احنا مقصرين بالنسبه للعراق، لكن الدوله يجب ان تنظر نظره طيب للرياضه العراقيه، للاساس الرياضه العراقيه. نعم استاذ سلام، ايضا انتظر تعليقك. بعض الذين يلوحون بما يسمى بالاصلاح هم اساسا مع اتحاداتهم ما سووا شيء، وبعضهم صار له 3 دورات باتحاداته والى الان اتحاده هب بياض، خلينا نحكيها هيك بالجلفي. طيب انت الان اذا مقومات الاصلاح ما موجوده عند من ينادي بالاصلاح، شلون راح نصلح؟ والله استاذ محمد يعني انا لو سالني هذا السؤال قبل الانتخابات بفتره او بعد الانتخابات يمكن راح احكي اكثر من هذا اللي راح احكي هسه، لان هسه يعني ما يقولون دعايه انتخابيه وتسقيط وفد شيء. احنا الكل محترمه، كل رؤساء الاتحادات اخواني واصدقائي ولهم كل التقدير والاحترام. نعم اذا هذا السؤال تقدر تسالني به بعدين اقدر اجاوبك باكثر وضوح. طيب باختصار رؤيتك لما سيحدث، هل الانتخابات بإذن الله قائمة يومي الجمعة والسبت؟ قراءتك بصفتك عضو مكتب تنفيذي استاذ سلام. والله استاذ محمد الانتخابات قائمة والاستعداد للانتخابات، يعني الكل الأطراف مستعدة للانتخابات، وصناديق الانتخابات هي راح تحدد من وما نقول اللي يخسر أسوأ ولا يفوز أحسن، تحدد من راح يكون مكتب تنفيذ جديد، ونتمنى التوفيق لجميع من يفوزون، وهاردك نقول للذين إن شاء الله للي خسرون، ونكون داعمين في حالة وجودنا أم عدم وجودنا، نكون داعمين للمكتب التنفيذي القادم من غير تحديد الشخص. بدقيقة واحدة استاذ سلام، ما هي الكلمة اللي تحب توجهها إلى الحكومة؟ والله أحب أقول للحكومة، يا حكومتنا يعني إحنا عانينا ما عانينا، مو بس الرياضيين، الشعب كله، يا ريت يعني تشوفون فتح هذا البلد. يعني أنا قبل كم يوم جاءوا إخواني من بغداد على الطرق مالتنا، رحنا عزاء الأستاذ علي جبار، يعني نعم. قالوا معقولة هيش يعني إحنا مناطقنا شوارعنا بنية التحتية بكل مجالاتها مو بس بالرياضة، يعني يا ريت يهتمون بها أكثر ما يهتمون بالشخوص العراقيين الموجودين حاليا بمناصبهم. يعني إحنا إخوان عراقيين، قدمنا ضحايا، قدمنا شهداء، إحنا خدمنا البلد، إحنا ناس من هذا البلد، عانينا ما عانينا، فلا
توجهون دائما الاتهامات للشخوص. نعم. كونوا قدر المسؤولية وابنوا بلد وعوفوا الناس هي تختار وحرية. نعم. الاختيار لا حد يجبر واحد يختار لواحد. أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ سلام عواد عضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية العراقية على صراحتك وعلى تواجدك، داعين المولى القدير أن يسدد خطى الجميع بالنجاح خدمة للرياضة العراقية، وأتمنى من الحكومة أن تنظر نظرة أخرى داعمة للرياضة. نعم نحن معكم، سنسير ونقف معكم إن طلبتم الإصلاح وفق المواصفات والظروف والوقت المناسب. شرعوا القانون وافقوا عليه وبالتالي نوقف وياكم ونغير كل الناس اللي أنتم ما مقتنعين بيها وإحنا ما مقتنعين بيها، لكن إحنا الآن على أبواب انتخابات ونريد نسوي إصلاح. هاي حركة الحقيقة تأذينا، وبالتالي أتمنى الموفقية مجددا إلى كل من يريد الخير للرياضة العراقية. أكرر شكري واعتزازي إلى ضيفي الكريم الأستاذ سلام عواد رئيس اتحاد كرة اليد، ووصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي آمل أن نالت رضاكم. حق الرد مكفول عبر من برنامج الشوط الثالث من الشرقية نيوز. أنقل لكم تحيات جميع زملائي في استوديو البث في الكنترول ومن زميلي مخرج البرنامج علي باقر، ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر، على أمل اللقاء بكم يوم غد إن شاء الله وحلقة جديدة من حلقات الشوط الثالث. طبتم في أمان الله، إلى يوم غد أقول لكم في أمان الله.